يما ردك فين؟ يما ردي يما يما بسرعة يما. السلام عليكم يما يما. باقي عشرة باقي عشرة يما باقي عشرة يما باقي خمسة يما باقي خمسة. من عندس من عندس يما مليون مليون فهمتي. بدق على امي بدق على امي بدق على امي بدق على امي. دقيقه دقيقه نفس المليون نفس المليون. يا الله يا رب يا الله يا رب امي تردي يا رب. يما ردي تكفين يا يما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلون اسم عبد الله؟ عساك بخير. شلونك يما؟ كلمه باقي 100 شخص زين باقي 100 شخص يشترك في القناه وادخل مليونين مليونين بالقناه ما يمتي. اللهم امين. يما شوفي انا ابي اشوفي طبعا الاحتفاليه مو بحلوه الا معت يعني للامانه. اي والله الاحتفاليه مو بحلوه الا معت والله. باقي 100 شخص يما وهذا الرقم الان بيتغير من 199000 الى 200000. ف اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين. شوفي شوفي يما انا شوفي هو شوفي الحين بإذن الله يا رب الليل المبارك ان الله يوفقك يا رب. اللهم امين. لحظه خلينا نشوف كم واحد باقي. ما انا ابغى يتحول مليونين معك. لحظه الله يستر عليك. اللهم امين. شوفي يما شوفي يما باش يما 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 دخلت مليونين يما دخلت مليونين يما دخلت مليونين يما دخلت مليونين يما دخلت مليونين. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. يما هذا كله يما يمتي هذا كله من فضل الله ثم من فضلكم بعدين من فضل المتابعين ودعائك. الحمد لله الحمد لله يا رب. يما مليونين تعبت فيها تعب عشان اجيبهم والسماء فيها يا رب. اللهم امين. يما كلمه للمتابعين لانهم وصلوني يما 2 مليون كلمه لهم. اللهم امين يما. الحمد لله يا رب. يا الله الحمد لله يا رب. والله يما انا جدا جدا فرحان صراحه وانا ما اقدر احتفل ما اقدر احتفل في في اي شيء في القناه الا انت وابوي لازم موجودين. طبعا ابوي انا ما ادري وين حاولت ادق عليه مو موجود لكن والله العظيم ما اقدر احتفل الا انت موجوده مثل المليون لان صراحه كل ما احس يبا اسمع دق تحيه دق 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 تحيه لل 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 للناس. شوف يبا 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 اي والله شكرا 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 شكرا. الله يعطيكم الف 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 عافيه على السبز والريسبز. والله يا عيال اللي سويتوه اليوم مره مره تو ماتش يعني صراحه. انا بس ابث عشان احتفل معكم يعني ما اتوقع دونيشنز كذا ما اتوقع دونيشنز وسبز على الاحتفال ما يعني ما اتوقع ابدا دونيشنز وسبز وجفتس على الاثنين على 2 مليون وزي كذا. الزبده الثلاجه لها مقطع لحالها باذن الله لها مقطع لحالها الثلاجه باذن الله. نفس ما وعدتكم ان شاء الله بيكون في شيء مره 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 رهيب بيكون مره رهيب باذن الله. يا رب يعجبكم يعني. حبيبي حبيبي الف الف مبروك المليونين عقبال العشره ان شاء الله. والله يوفقك ويسخر لك جنود أرضه ملائكة سماه ويحفظك من كل سوء واستودعتك الله الذي لا تضيع عنده الودائع يحفظك الكريم. والله يرعاك إن شاء الله يا رب تحفظ الكريم. هلا عبد الرحمن شلونك؟ ما شاء الله على 2 مليون متابع عقبال ما نبارك لك بالتخرج إن شاء الله. الله يحفظك. هلا بداحم ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك 2 مليون متابع تستاهل أكثر والله عقبال ما نفرح بجيتك والسلامة. مبروك فلفل أحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا شكرا. مع بعض يا عيال وصلنا إلى 2 مليون متابع باليوتيوب.
الله يعطيكم ألف عافية على الدعم الخرافي، شكرا. شكرا على دعم المقاطع اللي أنا أسويها. لولا الله ثم أنتم يا عيال أو بنات يعني ما وصلنا المكان اللي حنا وصل أو وصل يعني المكان اللي حنا فيه الآن. بس حاب كذا أنه يكون ون ون يعني كذا قدام بعض ونتفاهم يعني. الله يعطيكم العافية يا عيال، والله مرحلة ومكان يعني كثير يتحلمون في هذا الشيء، كثير يطمح أنه يوصل لهذه المرحلة. ولازم تعرفون شيء واحد، أن أنا ما راح أوقف هنا، ومستحيل مستحيل أنه راح أوقف هنا، لأن أنا راح أستمر وأستمر 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 حتى مهما أواجه في حياتي، مهما أواجه من فشل ومن تحطيم ومن إحباط، راح أستمر وأستمر وراح أسوي أفكار اللي أنا أبغاها، وراح أستمر على المقاطع اللي أنا أبغاها، وراح أستمر على السلاسل اللي أنا أحس أني أنا أبغاها، وكل شيء بس لعيونكم أنتم. فالله يعطيكم ألف عافية. بصراحة يعني هو ما ودي أقرقر واجد، بس والله في كمية مشاعر داخلي ما أقدر أوصفها. يعني بثيت بث مباشر في التويتش، دخلنا 2 مليون، فرحنا مع بعض، بعدها رحت قعدت أنسدح يمكن 4 ساعات، قاعد أطالع السقف فوق كذا، أطالع الجدار، ما أدري أسرح بإيش. أنا ما أدري هل أنا في حلم، ما صراحة ما والله العظيم ما أدري. يعني الله يعطيكم ألف ألف عافية. والله يا أخي ما والله ما أدري وش أقول يا أخي. بديت من الصفر، حاولت أني يعني كافحت وحاولت أني أطلع بنفسي بنفسي. لقيت المساعدة شوي من اليمين ومن اليسار، والله يعطيهم ألف ألف عافية. بس يا أخي يا أخي يا أخي الشيء اللي ودي أقوله الآن، ما أحس اني مفروض اني اقوله، بس تعرفون الشعور اللي احس اني انا ما استاهل اللي انا قاعد يجيني، احس ما استاهلها. ليش بتقول يا عبد الرحمن ليش ما تحس انك تستاهلها؟ لان يا اخي الدعم مره قوي، تحس ان احس اني انا مقصر، مو معناتها اني ما استاهلها لاني لا انا ما استاهل اللي قاعد اسوي، مفروض اسوي احسن. لا، قاعد اتعب وقاعد اسوي، بس برضو بنفس الوقت ما قاعد احس اني انا قاعد استاهل اللي قاعد يجيني، ما احس اني استاهل المليونين متابع اللي جبتهم في اليوتيوب، ما احس اني استاهل المشاهدات اللي في كل مقطع تقريبا مليون، وجراند كل مقطع مليون، وبعض الفورتنايت يجيبون ملايين بسهوله. ما احس اني استاهل ال 700,000 اللي موجوده بالانستغرام، ما احس اني استاهل ال 160 مدري 165 اللي موجودين بتويتر. يا اخي والله العظيم ما اعرف وش اقول، والله العظيم الله يعطيكم العافيه. شكرا يا عيال من اعماق القلب لكل شخص فكر انه يجي عندي في البث المباشر يعطيني كلمه حلوه. شكرا لكل شخص جاني في الانستغرام وعلق تعليق حلو. شكرا لكل شخص جاء وكلمني في الانستغرام وارسل رساله خاصه وعطاني تعليق حلو ولا حفزني ولا حبني. يعطيك الف الف عافيه للي جاني في تويتر وكلمني، شكرا. مهما وين جيت وين كلمتني وين ارسلت لي الرساله، الله يعطيك الف العافيه. انا ما ادري ايش قاعد اقول، الكلام كثير، ما اعرف ايش قاعد اكلج، بس جد شكرا والله العظيم، الله يعطيكم العافيه. شكرا. اخر 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 4 دقائق من المقطع كله بتكون شكر لكم. وما قصرتوا، شكرا انكم وثقتوا فيني، وشكرا اني ما فقدتوا الامل فيني. شكرا انكم دعمتوا القناه، شكرا انكم دعمتوا السلاسل اللي انا قاعد اقدمها، شكرا لانكم دعمتوا الافكار اللي انا احاول اني اطلعها، شكرا انكم اعطيتوني دفع معنوي وحفزتوني اني استمر في هذا المجال. ما فقدتوا الامل فيني، ما فقدتوا الامل في مقاطعي، ما فقدتوا الامل في افكاري، ما فقدتوا الامل في المفاجآت اللي انا بسويها واللي سويتها، اسف واللي سويتها بعد. وبس من المكان اللي انا فيه الان بس كذا ودي اقول شكرا. شكرا لكل شخص ساهم في نجاح هذه القناة، شكرا لكل شخص ساهم في نجاح السلاسل اللي أنا أسويها، شكرا لكل شخص ساهم بنجاح المقاطع اللي أنا أسويها، شكرا لكل شخص يجي يحضر البثوث ويدعم، مو بالشرط دعم مادي، لا دعم معنوي، يتكلم بالشات، يسولف يا أخي متابعتك بس كلها حرفيا هذا أكثر شيء أنا أبغاه. بس الله يعطيكم العافية، وأتمنى أني ما طولت عليكم، وأتمنى المقطع هذا جميل لطيف عجبكم. شكرا من أعماق قلبي لكم أنتم، كل أخ وأخت شافوا يشوفون المقطع هذا
ودعمونا بكل المقاطع اللي قبل. الله يعطيكم ألف ألف عافية. ومن هنا أقول لكم يا عيال حنا ما راح نوقف، وإن شاء الله 3 مليون قريبة. صح إن باقي لي الحين 990 ألف مشترك، بس صدقوني بإذن الله بنجيبها بأسرع من جبنا المليونين بإذن الله. راح أستمر في المقاطع الحلوة. راح تشوفون مقاطع مرة حلوة مع ناس كثار، أنا مسوي خطة وجدول أشياء مرة أسطورية. فالله يعطيكم ألف ألف عافية. طبعا ما ننسى شكر لكل الناس اللي معي في سلاسل جراند، وعمر، واللي دعمونا في مقاطع، واللي جو صوروا معي مقاطع وفي قناتنا او في قناتهم. شكر للمجتمع العربي كامل كله، الله يعطيكم بالعافيه. وبس اتمنى اني ما طولت عليكم. شكرا على ال 2 مليون، وباذن الله 3 مليون قريبه. لا تقول اوه 3 مليون بعيده، لا 3 مليون قريبه معكم انتم. فالله يعطيكم الف الف عافيه. اذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون اللايك، ولا ما ودي حتى اقول هذا الكلام، خلاص عمر انهي المقطع، ان شاء الله نقول هالكلام في المقاطع الثانيه. الله يعطيكم الف الف عافيه وشكرا، مع السلامه. كان معكم عبد الرحمن وفيرفل، وان شاء الله اشوفكم في مقاطع ثانيه، وراح نستمر الى الامام للابد باذن الله. مع السلامه.